ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هرسم اصغر رسمه رسمتها في حياتي. إيه، هبدا بس اهم حاجه ان انا اثبت الورقه على السكتش باللزق زي ما انتوا شايفين كده. هحاول ان هو بس يكون اخد من الورقه حاجه بسيطه جدا، وهستعمل اللون الاصفر وكمان هستعمل اللون الاحمر والابيض، هدمجهم مع بعض، وهستعمل اللون الموف. اول حاجة عايزة اقول لكم ان انا هبدأ استعمل الالوان على الورقة وهي ناشفة، مش هبل الورقة لان يعتبر الرسمة سهلة، فمش محتاجة يعني ان انا بل الورقة وكده، وانا مخففة كده كده اللون الاصفر بشوية مية صغيرين. هنا حسيت ان اللون الاصفر خفيف قوي فتقلته شوية، يعني كترت اللون شوية. بعد كده ببدأ ان انا ارسم باللون البينك اللي هو ميكس بين الابيض والاحمر، بس انا مش مكتره هنا الابيض يعني علشان ما يديش لون فاتح قوي. بعد كده خففت اللون الموف بشوية مية وبدأت ان انا ارسم. طبعا كل اللي انا برسمه ده سما، يعني دي درجات الوان في السما، فكل ما كان اللون افتح يعني معناه ان السماء يعني شكلها صافي واللون هيبقى حلو، لكن لما بتبقى غامقة لازم هنحط سحب، يعني مفيش السماء بتبقى اللون بتاعها غامق لما لازم يبقى فيه سحب وكده. بعد كده بدأت ارسم اللي هو الارض. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا يكون الرسمة بتاعتي كل الاحجام فيها صغيرة جدا، يعني لو جيتوا تشوفوا الارض اللي هي العشب او الحاجات اللي في الارض انا رسمها باللون الاسود بس مرفعه جدا جدا جدا. هنا طبعا بدات ان انا اطلع بالشجره اللي في الرسمه على قد ما بقدر، ان بحاول ان انا اخفف ايدي على الفرشه علشان الفروع بتاعه الشجره تطلع رفيعه جدا. بعد كده بدات ارسم الورق بتاع الشجره، هو بطريقه عشوائيه جدا، مجرد نقط جنب بعض. إيه، وهتبقى الشكل العام يعني هيبقى حلو جدا في الآخر. بعد كده برسم، دي بتبقى الورد اللي هو بيبقى لافندر اللي هو بيبقى قريب جدا من الارض، هو طبعا بيبقى في العادي لون بتاعه موف بس انا برسم الظل بتاعه فبرسمه باللون الاسود. وهنا ببدأ ان انا اشيل اللزق لان يعتبر كده الرسمة خلصت خلاص. هي رسمة سهلة جدا والالوان بتاعتها كيوت واصغر رسمة فعلا انا رسمتها في حياتي. لو عجبتكم الرسمة ما تنسوش تعملوا لايك، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب.